سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، آية عظيمة أحببت أن أتذكرها معكم اليوم: كثر من يساهم في انتشار الفاحشة بين المؤمنين، كثر من يروج للأفلام الإباحية والمقاطع التي تثير الغرائز، وكل هذا من عمل الشيطان. أيها الأحبة، أنا فقط أحببت أن أذكر بآية كريمة الله تبارك وتعالى يقول فيها: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذه الآية رجاء كل من يساهم في نشر مقطع أو فيديو فيه إثارة للعاطفة، إثارة للغريزة، فيه مقطع إباحي أو غير ذلك، هذه الآية تنطبق عليه. استمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، كيف يخاطب هذا الإله العظيم ويتوعد كل من يحاول أن ينشر الفاحشة أو يروج للفاحشة والعياذ بالله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سبحان الله، العذاب هنا في الدنيا قبل الآخرة. انتبه أخي الحبيب، إياك أن تساهم في نشر ولو صورة ولو خبر قد يكون سببا في أن شخص يدخل ويفتح هذه الفيديوهات وبعض الأفلام التي تثير العاطفة والغريزة، ستنطبق عليك هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. انظر الآية فيها ملمح إعجازي عظيم هنا، مجرد حب ذلك، مجرد التعاطف مع من ينشر الفاحشة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. انتبه أخي الحبيب، الله تعالى لم يقل إن الذين ينشرون الفاحشة، إن الذين يشيعون الفاحشة، إن الذين يساهمون في انتشار الفاحشة، لا لا لا، إن الذين يحبون، يعني أنت بعاطفتك تحب أو تدعم من ينشر مثلا المثلية الجنسية، ينشر بعض الأفلام التي تثير الغريزة وتثير العاطفة وتجعل الإنسان يفكر بالفاحشة والزنا والعياذ بالله، مجرد التعاطف مع هذا الشخص يعرضك لعذاب أليم في الدنيا والآخرة. طيب لماذا نقول يا رب؟ تختم الآية فتقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأنك كل كلمة تنطق بها وكل حرف وكل حركة تقوم بها ستحاسب عليها في الدنيا قبل الآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الآية أيضا تؤكد وجود العذاب قبل الحساب. هناك بعض الناس يقولون لا عذاب قبل الحساب، لا، هناك عذاب قبل الحساب يوم القيامة، هناك عذاب في الدنيا وعذاب في القبر وعذاب يوم القيامة. والآية واضحة جدا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. انظر أخي الحبيب إلى حال هؤلاء التعيسة جدا، الذي يساهم في نشر الفاحشة ويتعاطف مع من ينشر الزنا والإباحية وغير ذلك، هؤلاء تجد حياتهم تعيسة في الدنيا، والله ليسوا مسرورين، ليسوا سعداء، لا ينعمون بالحياة المطمئنة. الحياة المطمئنة هي فقط للمؤمن، فقط الملحد لا ينعم بحياة مطمئنة مهما حاول، والدراسات العلمية تؤكد ذلك، تؤكد أن الملحد مضطرب ومتناقض ويعيش في حالة صراع دائم. الدراسات العلمية التي تحدثنا عنها وهي كثيرة وموجودة على موقعي تؤكد أن كل إنسان لا يؤمن بالله يعيش حياة متناقضة ويعيش في صراع داخلي بين ما يعتقده وما هو مخزن في داخله منذ أن خلق. الله خلق كل الناس على الفطرة السليمة. لذلك أيها الأحبة، هذه رسالة تذكير من الله عز وجل لي ولكم ولكل إنسان ربما يغفل أو يخطئ أو ينسى،
إياك أن تساهم في نشر أي معلومة تخص شيء قد يؤدي إلى الفاحشة والعياذ بالله. احفظوا هذه الآية رجاء واعملوا بها، وتذكر أن عذاب الله قريب، في أي لحظة يمكن أن تنتهي حياتك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.